السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبيب قلبي، في حاجة هنا انتوا بتختبروا فيها، في اختبار روحي لكم هنا، حاجة داخلين عليها صادقة قوي في حياتكم، حاجة حقيقية، حاجة هتلمسوها قريبا، محتاجين تنضبطوا تركزوا على شيء معين انتوا عايزينه. وما تقلقش، تعبك ده مش هيروح حاضر، واضح انك بتبذل مجهود قوي جدا في الفترة دي علشان عايز تتواصل مع حد، او عايز تتصل بشيء، او عايز تتواصل مع صاحب شغل، مدير، ترقي نفسك، تشتغل على طاقة العمل. في هنا يعني بذل مجهود، انتوا بتبذلوا مجهود قوي جدا، ويمكن حتى بتبذلوا مجهود علشان تشافوا نفسكم، انتوا بتتشافوا، يعني يمكن بتشافي نفسك من سحر او حاجة، وعليك ضغط جامد جدا انك بتخلي نفسك تتشافى بطاقة القرآن، ففي بذل مجهود قوي جدا. بصوا حبيب قلبي، انضبطوا، هتكملوا، هتتشافوا ان شاء الله. ولو انت شخص بتبذل مجهود عشان تتصل بشخص، فكمل في المجهود ده، مش هيروح حضر، لان انتوا داخلين على توقيتات الهية هنا، والتوقيتات الالهية هنا بتكون موعود بيها، يعني كأن انت موعود بحاجة هتدخل في حياتك قريبا. ايه هي الحاجة دي؟ انت بس اللي هتكون عارف، لان الرسالة بتجيلك استبشار، وانت عارف ايه الحاجة اللي داخل حياتك، وحدسك بيدلك، بس في طاقة خوف هنا بتمنعك. بدل الخوف ده بطاقة الحب، صدقني لو اخترت طاقة الحب الدنيا كلها اتوجدت بطاقة الحب. يعني انتوا حبايب قلبي لازم تطلعوا طاقة الخوف ده، لازم تطلعوا طاقة الخوف وتبدلوه بطاقة حب. عيشوا حياتكم، افرحوا، انتم محتاجين، عارفين، تركزوا على الجانب المرح في حياتكم، اللعب، الجري، الحاجة اللي تخليكم مبسوطين. شوف انت ايه اللي بيخليك مبسوط وحاول انت تعمله. كن خفيف الظل، ما تكونش كئيب، لان الكآبة بتجلب الاسى والكآبة. خسرت حاجة؟ انت ما خسرتش، لا ما خسرتش. الحاجة اللي انت مفكر انت خسرتها هي بتتهيأ ليك، انت ما خسرتهاش، في فرصة جاية لك. وعلى فكرة يمكن انت حسيت انك خسرتها علشان تفهم ان خسارة الاشياء هي فرصة انك تقدرها، تقدر النعمة اللي كانت في ايدك، تقدر الطاقة اللي كان ربنا مديها لك، تقدر الكنز اللي كان هيكون في حياتك. لما انت مثلا خسرته وزعلان وخايف وعايز انك تجتمع انت والشيء ده تاني، اذا كان شغل او حد بتحبه او مكان، حاجة خسرتها ايا كانت بقى، او علاقة، ممكن تكون خسرت الشيء ده وانت بتقول انا مش هيحصل تاني، ففي اسى وفي زعل وفي بكاء وفي حاجات زي كده، وتفكير 24 ساعة لا، واجهاد عمل وضغط عليك من كل ناحية. البشرة بتقول لك انك ما خسرتش الشيء ده، وانه بيتهيأ لك، يعني ده مش بيتهيألك، يعني انت بيتهيألك انك خسرته او كده، لا ده تهيئة من عند الله، كأن الحاجة دي بتترتب لك بقى، ده تدابير في السماء، دي البشرة. والعبرة اللي جايالك بانك تفهم ان خسارة الاشياء هي فرصة انك تقدرها وما تسيبهاش تروح من ايدك تاني، كأنكم بتاخدوا درس قوي، وتطلعوا الخوف من حياتكم وتكونوا اشجع من كده شوية حبيبي، تمام؟ على فكرة انتوا كمان بتطلعوا علاقات من حياتكم كتير في الفترة دي، وما بقيتوش تدخلوا حد في حياتكم الا اللي بيخدم منفعتكم العليا. كأنك هنا رسالة بتقولك كمل، انجذب لهؤلاء الاشخاص اللي بيخلوك ايجابي، انجذب للاشخاص اللي بيخلوك ايجابي، واطلع من طاقة الذنب. لو انت شخص بتأنب نفسك على حاجة، او مثلا خسرت حاجة بتقول انا السبب، انا اللي خسرت الشيء ده، انا اللي خسرت الانسانة دي، انا اللي خسرت العمل ده، لا، او انا اللي خسرت صحتي بايدي مثلا. سامح نفسك، سامح نفسك وسامح الاخرين،
وقلت لكم انتوا ما خسرتوش، انتوا في حاجة بتتهيأ ليكم. وعرفوا حبايب قلبي التسامح هنا لنفسك اولا عشان تقدر تستقبل اللي جاي لك، لان دايما بقول تخزين الاستياء بيمنع تدفق الحب. ودايما ابكوا على الشخص اللي يستاهلكم، ما تبكوش على الحاجة اللي عارفين انها وحشة ومش هتنفعكم في حياتكم. ما تبكوش على اشخاص باعوكم، ما تبكوش على حاجة انتوا كان نفسكم تخرجوا منها من زمان. انت هتجيلك النتيجة مفاجأة كده. استبشر يا سيدي بقى، يا اتصال مهم، يا حاجة كده هتجيلك من السماء، يا خبر عاجل، يا خبر يخليك مبسوط، يا حاجة تشوفها بعينك تديك حاجة ملموسة. انت كأنك عايز شيء ملموس، عايز حاجة تدلك ان الحاجة دي ليك، والشيء اللي انت عايز تلمسه ده جايلك. ورقم 8 بيتكرر، ده بيدل ان الحاجة دي ما انتهتش من حياتك، ما خسرتهاش زي ما انت متوقع، دي بتلف تلف وترجع لك. 8 مقلوب ده علامة الانفينتي حبايبي، يعني بتلف وترجع لنفس الدايرة، هتلف وترجع لنفس الدايرة. هو ده مكانك، هي دي علاقتك، هي ده الحاجة اللي انت المفروض تكون فيها، هي دي رسالتك في الحياة. فهتلف تلف وترجع، اللي قادم ليك هي اللي انت فاكرها خسرتها، شغل، علاقة، بيت، زوج، اي حاجة بقى انت هنا فاكر نفسك خسرتها ومش هترجع لك تاني وهتموت عليها، هو ده اللي جاي لك فيه المفاجأة. لا وفورية، يعني كأنه حان الوقت، حاجة كده مفاجأة هتجيلك على غفلة. أمنية، انتوا في طاقة أمنية بتتمنوها، وجايلكم علامات وإشارات ان الأمنية قربت والوقت قرب والوقت على الأبواب، ويمكن شهر 4 ده في حاجة قوية جدا هتحصل معاكم، ويمكن شهر 4 ده بيدل انتوا مثلا معاكم 4 أولاد، ويمكن بعد 4 خطوات، ويمكن انتوا بتحبوا حد بقالكم 4 سنين. يعني رقم 4 بيتكرر هنا، ورقم 8 كمان، يا ده رقم توائم يا جماعة، توائم. لا انتوا افتقد هنا حد منكم بيسمعني، متصل بتوأم كوني، طقطق فيها توأم كوني، انت متواصل معاه روحيا والطاقة وصلاني هنا. لا حبيبي، لا دي علاقة مدعومة، دي طاقة دعم، علاقة مدعومة هنا، في اجتماع ليك انت والشخص ده، وانت حاسس بكده، انتوا حاسين، ده رفيق الروح، ده ممكن يكون توأم روح كوني او توأم شعل كوني. على فكرة انتوا داخلين على وضع عاطفي جديد، بداية جديدة، يا رسالة هتجيلكم زي ما قلتلكم كده، يا اتصال مهم، يا اما انت اللي هتعمل كده. لو رجل اللي بيسمعني هنا هو اللي هيتصل، وهو اللي هيبعت الرسالة، وهو اللي خلاص هيتجنن وعايز يتكلم، انت حاسس ان الحاجة دي او الانسانة دي التوأم ده انت هتخسره، انت حاسس بكده، وانك عندك حدس كبير بانكم هتجتمعوا وتكونوا مع بعض، بس لازم تشوف الحدس بتاعك الاقوى هو اللي بيقولك ايه، وركز على الجانب الايجابي. كمان حبايب قلبي كونوا منفتحين، كونوا شجعان في الفترة اللي جاية، اتحرروا من طاقة الخوف وسامحوا نفسكم اكتر شيء، طاقة الشجاعة تاني حبايبي، واجهوا القوة الداخلية اللي جواكوا، طلعوها، يعني القوة الداخلية دي بتواجه الخوف، بتكتر الثقة بالنفس، انت عندك قوة داخلية، واجه الخوف اللي جواك وعز ثقتك بنفسك، اوعى تستسلم، اوعى تستسلم، فقط ما تتحكمش، ما تتحكمش في الطاقة، سلم ولا تسيطر، يعني ملكش دعوة حاجة هتحصل امتى ازاي فين، دي حاجة بتاعت رب العالمين. كن قادر على انك تترك رغبتك في التحكم، او انك تعرف السبب او تعرف الوقت، استسلم لطاقة الكون، استسلم للطاقة الكونية لله سبحانه وتعالى، استسلم لرغباتك اللي انت عايزه، اعمل الخطوة فيه، انما تسأل عن وقت لا، انت كده بتتحكم في الطاقة وكده بتتعطل معاك امور. تاني، ثق في صوتك الداخلي، هو هيرشدك بشكل صحيح. القادم ليكم حبايبي شيء يشبه المعجزة، محتاج تتقبل،
اتقبل الاول الوقت اللي انت فيه والحاجة اللي انت مش عارف تغيرها حاليا، اتقبل وتأقلم معاها وعيش سعيد. بعد كده بتلاقي انك اتقبلت، فانفتحت قدامك الطاقة بانك رضيت يا عبدي، واذا رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك. فارضوا حبيبي علشان تتفتح ليكم الطاقة وتستقبلوا الحاجة اللي جاية لكم بمعجزة بإذن الله. ما نعطلهاش بقى بإن احنا ما نتقبلش الموقف، أنا مش قادرة استحمل، أنا مش قادرة أكتر من كده، أنا خلاص أعصابي تلفت. لا، اتقبل الحاجة اللي انت مش عارف تغيرها، أي شيء مش عارف تغيره في حياتك اتقبله. وقت ما تتقبله بيتفتح ليك طاقة التغيير على طول. تمام حبيبي، أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي، ربكم فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.